عامله زي بابل برضو، شايفينها قدامكم اهي بابل اهي، بابل اهي، دي ميه يا جماعه. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد، والفيديو النهارده جميل ومختلف، لان النهارده فيديو انا عامله على اساس اني اعمل لكم تجربه معاكم انا كنت بشوفها كتير وكنت نفسي قوي اعملها من زمان، وفرصتي ان انا عندي يوتيوب فاعملها معاكم. بس قبل ما اقول لكم الفكره ايه، ما تنسوش توقفوا الفيديو ده 5 ثواني بس، تنزلوا تحت تدوسوا على الزرار الاحمر عشان تشتركوا في القناه، تعملوا سبسكرايب، وكمان تعملوا لايك عشان تشجعوني وصلوا الفيديو ده لاكبر كميه جمهور، وكمان تفعلوا الجرس عشان ما تفوتكوش اي فيديو انا هنزله بعد كده، وتكتبوا كومنتس تحت لو عايزين اعمل فيديوهات ثانيه زي دي. ماشي؟ ده اتفقنا، ده بطلبه منكم كل مره تكونوا بتعملوا كل مره. ماشي يا جماعه، يلا بينا. هجيب المكونات واوريها لكم دلوقتي. بقى المكونات معايا ايه؟ زبوري يا لندن، زبوري زبوري. المكونات بتاعتي هي انا قدامي كمان كاميرا هنا، فانتوا هتعرفوا وتشوفوا بزاويتين. المكونات بتاعتي ايه؟ ماشي، دي اهم مكونه. الاثنين دول يعني مهمين قوي، اللي هم اسمهم صوديوم الجينيت، صوديوم الجينيت، الجينيت الجينيت، وكالسيوم الجينيت. ماشي. وبعد كده معايا دول، معرفش اني واحده فيهم هتنفع. المفروض معلقه غويطه، يا دي يا دي اهم، هشوف اني اغوط واني اللي هتنفع. ومعايا ميجرين كابس عشان المقياس، ومعايا معلقتين عاديين اهم، ومعايا اتنين ميكسينج بولز صغيرين قوي يعني عشان الخلطه اخلط وكده، ومعايا خلاط. ما تسالوش ازاي عامل كده خلاط، ده خلاط صغير. ومعايا الكبيره دي. ماشي، شايفين كميه الحاجات؟ شوف بقى مع بعض هنعملها ازاي. انا زيكم، انا معرفش بتتعمل ازاي، بس انا اشوف ونعرف مع بعض عشان انا معرفش بصراحه. طبعا اجنور اللابتوب اللي هنا ده، مجرد ان هو يساعدني عشان انا معرفش ازاي. ماشي. ونسيت اقول لكم ان انا كمان معايا ازازه ميه كبيره فيها ميه، عشان ايه؟ الفيديو ده كله عن الميه. 1 كوب ميه حسابني احطها هنا عشان الكبيره للكبير. ماشي، ده يا دوبك. بفكر ان احنا نخليها هنا احسن. ايه وقالت 1 جرام، اللي هو ايه؟ 1 جرام صوديوم الجينيت. هي قالت الجينيت على فكره مش الجينيت. ما علينا. بصوا بقى، التركه هتبقى في دي، ما عنديش الميزان فهضطر اني اعملها بالوش كده. هي انا شفتها حطت مثالي كده. ماشي، والخطوه اللي بعدها الخطوه اللي انتم مش هتشوفوها عشان دي محتاجه الخلاط اهي. ماشي. طيب المفروض دلوقتي تقعد لمده 15 دقيقه كده. Day 2. طيب فات ربع ساعه. 4 كوبس. 1 2 3 4. ما تعرفوش انا نفسي قد ايه تنجح البتاع دي. دلوقتي انا معايا معلقتين عشان فهمتوا ليه؟ عشان انا محتاج ايه؟ كالسيوم لاكتيت. كالسيوم طبعا احنا عارفين ان انا معيش ميزان، فايه ربنا يستر وما بوصل. احنا قلنا الجرام الواحد حوالي قد كده مثلا. كده 1 2 3 4، يا رب اصبر بس تبقى صح. و5. ميكس ويل، ميكس ويل. اي حد بيعرف يطبخ يقول لي لو انا بعملها صح، عشان انا بطيخه في الحكايه دي. ميكس ويل، المفروض تقول لي، المفروض تتاكد ان هي ايه، تبقى ديزولف كويس يعني كده. ديزولف كويس يا جماعه؟ مش عارف، تالي خلاص كده كفايه. ايه رايكم؟ مثالي كده كفايه. دلوقتي بقى ايه الحته، مثالي التركه الكبيره. اهم حاجه بقى انا هجرب مثالي دي، لا دي متهيألي حته كده مش بابل كويس. احطها بالراحه. المفروض يبقى في بابل، يا رب استر وخليها تنفع عشان انا هتنرفز لو دي ما نفعش. صدقوني انا مش باين بامانه وحاجه. يا الطياره دي، ماشي خد قلبها لمده 3 دقايق. طب بامانه شفت حاجه، في حاجه بامانه. اصل المايه بتاعتها اللي في الفيديو مايه مش لونها كده، هي عندها ترانسبيرنت اللي هو ما فيش لون يعني شفاف. مش عارف انا متهيألي حطيت منه كتير. استنوا كده. لا ماشي، يبقى نعمل ايه؟ ندلق كده بقى. 4 كوبس 4 كالسيوم 1 2 3 4 5. هادي كده كفايه. نقلب كويس كويس قوي قوي يعني. حاسين انها تشتغل؟ لو انتوا حاسين اكتبوا تحت في الكومنت، انا عندي امل انها تشتغل. ماشي، حته صغيره المره دي انا متهيألي عشان تتحرك جامد المايه، بس خلي المايه تثبت كده. استنوا جرب بطريقه ثانيه، جرب بالبتاع ده، معلقه عاديه. استنوا كده يا رب. في يا جماعة؟ يا رب يا رب يا رب يا رب. أنا حاسس
يمكن يكون كمية الجرامز اللي انا حطيتها غلط. ده اصله قرب يخلص، انا مش عايزه يخلص. تعالوا تاني، اصلا دي قربت تخلص، استنوا كده هعملها واجي. 4 كابس، يا رب تعمل المرة دي بقى لحسن. انا خلاص 1 2 3 4 1 4. هقلب براحتي خالص. يا جماعة انتوا بتقلبوا ازاي يا جماعة؟ لو حد بيفهم يكتب لي في الكومنتس بيقلب ازاي لحسن، انا ضايع. وده معرفش بقاله كتير، خايف ليكون باظ اكتر من كده. ايه يا جماعة؟ برضو لونه غريب. هليكوبتر جان. بصوا يا جماعة، واحدة كفاية. قلب قلب بالراحة اوي، بالراحة اوي. يا جماعة شكلها تشتغل، شايفين؟ شايفين البابل قد ايه؟ عندي امل جامد اوي ان البابل دي تعمل. معرفش انتوا شايفينها عندكم ولا لا، بس هي فعلا في حاجة. يا رب بص. شايفين انا في بابل، شايفين البابل اهي ماشي، وبتختفي بعد كده. والاسم اللي معنا النهارده قبل ما انسى، اسمه عبد الله محمود، والكومنت بتاعه. وكمان اختار حد تاني، ايمي احمد حبيب. حطيتكم انتوا الاثنين عشان انتوا طلبتوا مني كتير. خلاص يا جماعه ما تزعلوش اهو، يلا يا رب استر. تعالوا ناخدها بدي. شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ شفتوا؟ دي نفعت. لا استنوا استنوا استنوا، خلاص خلاص خلاص، قربنا قربنا قوي بجد. عملت، معرفش ظهرت في الكاميرا ولا لا، بس فعلا عملت ناشفه. شايفين هي عامله زي البابل برضو، شايفينها قدامكم اهي، بابل اهي، بابل اهي. دي ميه يا جماعه، هي بصوا هي يعني اهي، شايفينها هي تحسوا ان هي بابل شويه. خلاص يا جماعه، شفتوني انا عملت كام مره وتعبت قوي. ميه عاديه مالها، ليه لازم نعملها بابل؟ خلينا زي ما احنا. خلاص بقى تزعلوش، اعملوا لايك يا جماعه، اعملوا سبسكرايب وشير للفيديو ده، سبسكرايب ولايك، وفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو انا هنزله بعد كده. وبس كده، اكتبوا كومنتس كتيره تحت. اشوفكم بقى في فيديو جديد، يلا مع السلامه.